اهلا بحضراتكم. انا دكتور حسن علي المغربي، استاذ امراض النساء والتوليد، كليه طب جامعه اسكندريه، وزميل جامعه بنسلفانيا بالولايات المتحده الامريكيه، ومدير عياده لايف كلينيك، والمدير الاكلينيكي لمركز الحياه للحقن المجهري بمستشفى اليكس سيدني. النهارده انا عايز اتكلم على موضوع مصدوم جامد مع الناس، هو موضوع الحقن المجهري. موضوع الحقن المجهري هو علاج في منتهى الكفاءه لكثير من الحالات، ولكن يعني برضه هو محتاج خبره في عمله، ومحتاج ان ناس تكون عملته كتير عشان تقدر تفيد الناس. اول حاجه انه مهم جدا ان انا اصلح اي خطا موجود قبل ما اخش على قصه الحقن المجهري. لازم اتاكد ما فيش التهابات، ما فيش سكر، ما فيش روماتيزم، ما فيش ارتفاع في الضغط، مفيش 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 ومفيش خلل في الانسولين، علشان اقدر اول ابدا اصلح الارض اللي احط فيها الاجنه بتاعتي. الخطوه الثانيه ان انا بختار العلاج المناسب للحاله بتاعتي حسب سنها ووزنها وخبراتها السابقه، واحدد الجرعات بتاعه العلاج كمان، وده محتاج خبره. احنا مش بنسمع كتاب وبنقوله على الناس، لا، دي بتحتاج خبره سنين طويله عشان تعرف تختار العلاج المناسب. مش كل الحقن المجهري واحد، الحقن المجهري الخبره بتفرق فيه جامد. جرعه العلاج مهمه جدا انها تكون مناسبه للسن، عشان ما يحصلش فرط اجابه او يحصل ضعف في الاستجابه، وفي الحالتين قد يؤثر على نسب الحقن المجهري. الحاجة التانية المهمة ان وانا بتابع التبويض مع الحقن المجهري، في حاجة اسمها وقت الحصاد. وقت الحصاد ده من ادق الاشياء اللي بعملها، ان انا اجمع البويضات في وقت مناسب قد يهدم كل اللي عملته قبل كده او يصل بيه الى قمة النجاح. فمهم جدا ان انا وانا بعمل حقن مجهري ان انا اشوف كذا حاجة قصادي تخليني اقول امتى اجمع البويضات. طب تعالى، وانت بتجمع البويضات لازم دي ابره داخله جوه المبيض عماله تخرم فيه، لازم يكون في فن في انه الابره دي تستخدم بطريقه هاديه علشان ما يحصلش نزيف جوه، والنزيف ده بيبوظ نص المبيض ده. ولو حد ما عندوش خبره كافيه ان هو يعرف يسحب البيضات، فسحب البيضات محتاج رفق ومحتاج دقه ومحتاج خبره كبيره. ارجاع الأجنة في الحقن المجهري من أدق الخطوات اللي موجودة في الحقن المجهري، والأجنة لازم ترجع على بعد 1.5 سنتي من نقطة اسمها النقطة A. لو ما رجعتش الأجنة في المكان ده نسب الحمل بتنخفض جدا. في طرق كتير جدا لأنه نرجع الأجنة في المكان ده، لكن مش تسميع كتاب، هي خبرة طويلة بتخلي الإنسان يصل لأن هو يضع الأجنة بتاعته في مكان مناسب. مهم الإنسان يبقى عنده خبرة كبيرة عشان يعرف يتعامل مع حالات الفشل المتكرر للحقن المجهري. لازم يفكر ان الموضوع مش موضوع اجنة، الموضوع ده موضوع استقبال بطانة الرحم للاجنة، ويبقى عارف بالنسبة للمريض بتاعه هل المشكلة مشكلة سوء توقيت في وضع الاجنة ولا لا. ده بيحل مشاكل كتيرة. اخر حاجة انه لابد ان يكون في برنامج جيد ومتكامل لتجميد الاجنة، علشان تجميد الاجنة بيرفع نسب النجاح كتير جدا. انا عايز اقول ان في امل كبير لكل واحدة حصل فشل مرة او اتنين في الحقن المجهري، لان الموضوع يا جماعة موضوع خبرة كبيرة. وشكرا.